عن اكتمال مشروع سد خاص شاي الاستراتيجي على نهر خاص، والذي يعتبر من السدود التخزينية ذات السعة الكبيرة والتي ستكون لها فوائد عديدة. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. كشف مدير الموارد المائية في محافظة كركوك عن اكتمال أضخم مشروع استراتيجي، وهو سد خاص شاي الذي تم إقراره في عهد وزير الموارد المائية الأسبق في الحكومة الاتحادية، حيث خصص للمشروع 93 مليار دينار عراقي إجمالي مبلغ المشروع. طبعا تعتبر مشروع سد خاص شاي من المشاريع المهمة والاستراتيجية في محافظة كركوك، حيث في وقت معالي وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد تم إقرار إنشاء هذا السد، حيث تم إقرار هذا المشروع الضخم بمبلغ حوالي 85 مليار دينار عراقي، وبعدها تم إضافة بعض الأعمال الحقلية في المشروع، وأصبح مجموع إجمالي مبلغ السد حوالي 93 مليار دينار عراقي. حاليا السد كامل، حيث أكمل الأعمال الحقلية فيها الأساسية في 28/3/2014، ولكن هناك بعض الإضافات حاليا العمل جاري فيها. مدير الموارد المائية في كركوك قال أيضا أن سد خاص شاي من السدود التخزينية ذات سعة كبيرة، حيث قامت إدارة المحافظة بإنشاء طرق خدمية وإعداد جداول لها وإيصال الطاقة الكهربائية، ومن الممكن الاستفادة من مخزون مياه السد للأراضي الزراعية وسقي الحدائق. السد تعتبر من السد الخزنية الكبيرة في محافظة كركوك، حيث تبلغ سعة السد حوالي 76 متر مكعب، وقامت محافظة كركوك بإعداد جداول الكميات وإقرار إنشاء طريق خدمي وتبليطها إلى موقع السد، وكذلك تم إيصال القوة الكهربائية إلى القرى التابعة لهذا السد، وكذلك تم إنشاء عدد من المدارس فيها. ومن المؤمل أن يكون هناك قناة كونكريتية من السد إلى محافظة كركوك للاستفادة منها في من قبل المزارعين لإرواء أراضيهم، وكذلك الاستفادة منها في كركوك لسقي الحدائق والمتنزهات. امتداد سد خاص شاي هو نهر الخاص الذي يشق المدينة إلى شقين. إدارة محافظة كركوك باشرت بتبطين ضفتي هذا النهر على امتداده داخل المحافظة، وإنشاء الحدائق والمتنزهات على طرفي النهر كأماكن سياحية بالتعاون مع بلدية كركوك وهيئة الاستثمار ومديرية طرق وجسور وأملاك المحافظة. هناك مشروع تهذيب والتكسية الحجرية لسد نهر خاصة شاي التي تمر داخل محافظة كركوك بطول أكثر من 20 كيلومتر. بدأنا بالأعمال فيها منذ 2004، ولحد الآن حيث قمنا بالتكسية الحجرية وتهذيب جوانب السد لأكثر من 7 كيلومترات، وفي هذه السنة 2014 قمنا بتكسية الحجرية وتهذيب النهر بأكثر من كيلومتر ونصف الكيلومتر. وهناك مشاريع استراتيجية وكذلك متنزهات ترفيهية على جوانب النهر، حيث تم دراستها مع دائرة استثمار كركوك، وكذلك مع مديرية البلدية ومديرية الطرق، وكذلك أملاك المحافظة، حيث من المؤمل أن يتم إنشاء جزء من هذا المشروع في موقع سد الطبق جلي. تمكنت قوات الجيش من السيطرة على منطقة بساتين ناحية يثرب في مدينة تكريت ضمن عملية عسكرية